السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا اليوم هذا الفيديو، اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الطريقة اللي سهلة وغادي ان شاء الله تعجبكم، باش تحضروا بها المسمن وغادي تخرج لكم واحد الكمية كثيرة كما كتشوفوا معايا، كمية لا بأس بها اللي تقدروا تحتفظوا به في المجمد وينفعكم الى جاكم شي ضياف على غفلة تجبدوه وتسخنوه. انتوما راه كيجي غزال صراحه، كيجي زوين، كيجي مقرمش كما كتسمعوا، انتوما مقرمش، كيجي من برا مقرمش ومورق من الداخل. انتوما كما كتلاحظوا معايا تبارك الله ورقه حدا اختها، كيجي غزال صراحه. وغتختصروا بها الوقت الطريقه هذه اللي غنوريكم اليوم ان شاء الله. نتمنىكم تتبعوا معايا الفيديو كامل حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه والمكونات ان شاء الله. غادي نحتاج ان شاء الله في هذا المسمن هذا، غادي نحتاج الزلافه ديال القمح اللي حيت منه النخاله، وعندي هنا زلافه ديال السميده ديال الحلوى او السميده الرقيقه، عندي هنا زلافه ونصف ديال الدقيق الابيض الفورس، وعندي قبيصه ديال الملح ومعلقه صغيره ديال السنيده. عندي هنا واحد مكون اختياري اللي هو الخميره البلديه، اللي عنده استعمله واللي ما عندوش يقدر يستغنى عليه. غير هي خميرة بلدية كتعطيه واحد المذاق زوين بالمسمن، وكتعطيه واحد الهشاشة وكيجي زوين صراحة. اللي ما عندهاش خميرة بلدية تقدر تدير خميرة الحلوى، أولا ما ديرش كاع الخميرة، لأنها كما كتعرفوا المسمن ما كيحتاجش الخميرة أصلا. دابا إن شاء الله غادي نعجن ونعاود نتلاقى معكم باش ما نطولش معكم في الفيديو. غنحتاج هنايا الماء، ماء دافي حيت دابا وقيتة البرد، إلا كان الحال سخون كنت نستعمل عفوا الماء عادي، يعني ماشي ضروري يكون سخون. نعجن ان شاء الله ونعاود نتلاقى معكم. العجين ديالي من بعد ما عجنته مزيان وسرحته على سطح العمل ودلكته مزيان كما كتعرفوا المسمن كيبغي يدليك، حصلت على هذه النتيجه. هانتوما كيجي القوام ديالو ما قاصح ما رطبش في نفس الوقت، يعني كيجي هو هذاك. دابا ان شاء الله غادي نحتاج هنايا الزبده والزيت، يعني تقريبا نفس الكميه ديال الزبده ذوبتها، وزدت عليها الزيت الروميه. هنا عندي السميده ديال الحلوى جوج معالق كبار، جوج معالق ديال مايزينا. غنقول لكم من بعد ان شاء الله باش غادي نحتاج هاد مايزينا والسميده. اول حاجه غنديرها ان شاء الله ندهني يديا بالزبده والزيت، ونبقى ندير هكذا كريسات يكونوا كبارين شويه على هاد الشكل. نحاول ندير نفس القياس، يعني نفس العبار. دابا من بعد ما شكلته على شكل كويرات على هذا الحجم كما كتلاحظوا، راه درت تقريبا حجم متساوي وكبرتهم شويه. هانتوما دابا غندهنهم بشويه الزبده والزيت بهذا الشكل هذا، وندير فوقهم هانتوما هذاك النشا اللي قلت لكم السميده. هانتوما غنحط وحده فوق وحده بهذا الشكل، عندي تقريبا ثلاثه الكويرات. هذاك النشا هو السميده هو اللي متيخليش لينا الكويرات ديالنا يلتصقوا مع بعضياتهم. هانتوما ندير دابا ثلاثه نفس الطريقه عاوتاني، ونزيد واحد ثلاثه وحدين اخرين. دائما كندهن بالزيت والزبدة. وكندير الخليط ديال النشا والسميدة. كنبقى مستمرة هكذا تندير تقريبا على هذا الشكل، هاد الكويرات كاملين اللي عندي نقدهم على هذا الشكل. دابا من بعد ما شكلت الكويرات ديالي هكذا وحطيت وحدة فوق وحدة كما كتشوفوا معايا، غادي نخليهم يرتاحوا واحد على الاقل نص ساعه او لا ساعه الا عندكم الوقت، تقدروا تخليهم حتى اكثر من ساعه باش ما يرتاحوا، كيكون حسن كيجي مسمن فيهم مرق وزوين، حتى العجينه كتجي رطبه وكتحكمي فيها اكثر. اذا غنخليه واحد شويه يرتاح ونعاود نتلاقى معكم. دابا من بعد ما ارتاح العجين ديالي غادي ان شاء الله نورقه على سطح العمل. بسم الله،
ثم كيكون ساهل في التراب ملي كنخليوه يرتاح كيجي قط وكيكون ساهل نتحكمو فيه. يكون ديجا داهنا سطح العمل مزيان خلاص باش ما تلتصقش ليا العجينه ديالي. بعد ما سرحت العجين ديالي على هذا الشكل هذا دابا غندير الزيت والزبده غندير مزيان وغادي نرش بالبقايا ديال اللي شافوك ليا ديال السميده هي يوم مايزينا. هذيك السميده مايزينا هي اللي تتخليش لنا الورقه تلصق على خصها كتجي مرقه. دابا ان شاء الله غادي نطويها بالشكل يعني الشكل كنديرو اصلا العادي ديال المسمن هكذا باش نبقي شويه باش ما تلصقش ليا. كما قلت لكم الطويه العاديه ديال المسمن العادي. نخليها على جنب ونعاود نصايب واحده اخرى معكم. انتما دائما ندهن مزيان سطح العمل باش ما تلصقش ليا العجينه ديالي ملي كنغرقها هكذا. كما كتشوفوا راه سميتو واخا كيتبان لكم راه ترخيص راه ورقه كتكون فوق على خصها. انتما بهذيك الطريقه اللي وريتكم انكم كديروا منشا وهذاك السيده الرقيقه هي ما كتخليش الورقه تلتصق بخصها. كما قلت لكم دابا ان شاء الله غادي نعاود نفس الطريقه ونرقها مزيان. دابا ان شاء الله غندوز للطريقه المواليه اللي هي غادي نورق كما شفتوا العجين ديالي هكذا. هذه هي الطريقه المميزه اللي كتخرج لنا واحد الكميه كثيره وطريقه سهله كما شفتوا وتختصر بها الوقت وتخرج لكم كميه كثيره. هانتوما دابا السمنه وحده كنخرج فيها اربعه نقطع على هذا الشكل. دابا غنورق السمنه ديالي الاولى اللي غادي نطيب. الطريقه سهله بالنسبه تخرج لكم واحد الكميه كثيره. السمنه الاولى ديالي كما كتلاحظوا معايا انا حتى المقله راه ما تندهنهاش بالزيت يعني الزيت اللي ورقت به المسمن راه كافي باش ما يجينيش المسمن مزيت بزاف. بسم الله ما بارك الله نحط اول سمنه نطيبها في المقله نوجد واحده اخرى قاده على مرتب ليا في كيس المقله. راه طريقه سهله وانتم هكذا غادي وحده كنطيبوها وحده كنورقوها نوجدوها. كما قلت لكم اختصروا الوقت ونخرجوا كميه كثيره كما كتعرفوا راه المسمن تيشد الوقت بزاف. الطريقه راه ساهله ما تبقاوش تعبتي على المسمن نهائيا يعني ساهل انك توجدو. انتما معايا المسمنه ديالي الاولى راه طابت انتما تبارك الله كيفاش كتجي مرقه تبارك الله ومقرمشه من برا تجي غزاله هاد المسمن صراحه. ان شاء الله طيب المسمنه الثانيه ونبقى مستمره هكذا نطيب وحده بوحده حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ان شاء الله. انا باقا كنطيب في المسمن ديالي باقي ما ساليتش باقي لي تقريبا واحد جوج. انتوما معايا هذه هي الكميه اللي طيبت تبارك الله راه عطاني واحد الكميه كثيره. انتوما وجا غزال صراحه ثم جا مرق وزين ورقة على ختها تبارك الله جا فن. نتمنى يعجبكم وتجربوا بهذه الطريقه هذه كما قلت لكم راه ساهله وهكذا غتوفروا عليكم حتى الوقت
جا مقرمش تبارك الله من برا، وبالداخل جا رطيطب وزوين ومورق، واللي زوين فيه بزاف حنا اننا صايبناه من القمح، يعني كنحاولوا شويه نقصوا شويه من الفرص. كما شفتوا معايا راه صايبتو، درت فيه واحد الكميه ديال السميده وكميه ديال القمح وشويه ديال الفرص، وجا غزال يعني تقريبا جا بحال مصايبه غير من الفرص ومن هذا، وجا حسن كاع هانتوما اللون ديالو جا صفر بالقمح تبارك الله، جا مورق وغزال. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون فاتكم ونال الاعجاب ديالكم، ونقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.